هل من السنة أن يأتي الخطيب متأخرا جدا يوم الجمعة ويعلم أن الوقت 10 دقائق؟ ليس هذا من السنة، إنما حتى التبكير بالجمعة مطلب، بمجرد أذان الظهر يطلع يصعد. دل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون: كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به. قال سهل بن سعد: إن أيضا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.